أحبائي، نفيدكم إن أننا كفريق عمل بذلنا أقصى الجهود لتواجدكم معنا وإظهار المرتقى بأبهى صور، ونلتمس العزم منكم على أي قصور كان. فنحن شاهدنا ولكم الشكر الجزيل، ودام الله محبتنا ولقاءنا دائما على الخير والمحبة. السباح العظيم لنادي الوحدة فترة طويلة أيام رئاسة الأستاذ عبد الله صبان، أيضا كان ضمن عضوية الاتحاد السعودي لكرة السلة فترة طويلة، أيضا عضوية اللجنة التنظيمية الخليجية، وأقل تقدير لمجموعة 50 سنة للأستاذ بهجت عبد الجبار تكريمه بعد رحيله، وأيضا ابن فراس اللي موجود معنا الآن أيضا كان لاعب كرة سلة بارز في نادي الوحدة ويستلم الهدية التذكارية. من الناس الذين كان لهم آراء صائبة جدا في تطور كرة السلة السعودية، ارحمه الله واسكنه مسيحة. وانت في كرة اليد كابتن في المنتخب وفي النادي الأهلي، ايش تقول هذه المناسبة اللي جمعت فيها؟ يقول حتى ما جيت اللي فاتك قلت حتكرر اليوم. هو ما شاء الله تبارك الله الإخوان المنظمين واللي قايمين بالنشاط هذا معروفين بنشاطهم وحبهم للإخوان والزملاء في جميع الألعاب، واللي عاصروا واللي ما عاصروا، ويشكروا على التجمع هذا واللقاء والنشاط اللي عملوه. يعني فرصة سعيدة وكبيرة إن نجتمع مع الإخوان اللي ما شفناهم من فترة، كنا زملاء وأصحاب وحبايب في الملعب وخارج الملعب، وما شاء الله تبارك الله، يعني فرصة سعيدة وكبيرة وجميلة إن نلتقي بيهم. بعدين قلت لي أنت ولادة الطائف ها؟ أنا نعم أنا من ولادة الطائف. ويقربوا لك حارة البخارية. حارة البخارية شارع أبو العتاهي. أوه هناك كنت ساكن ها؟ مع الطشكندي مع عيال الحارة الطشكندي ما شاء الله. الله يسلمك. متى نزلت جدة ولا على طول بعدين نزلت؟ زمان نزلنا خلاص، سكننا في مكة وفي جدة. جدة الله يبارك فيك. آخر عمر في جدة ولا؟ الله يعطيك العافية. مع النادي الأهلي.